السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بحب ارحب بكل الناس وبتمنى لهم دوام الصحة والعافية ان شاء الله. فيديو النهاردة موجه لينا والامهاتنا اللي ليل النهار تدعى نفسها وتدعى لاولادها، وده طبعا شيء نهانا عنه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في قوله: لا تدعوا على انفسكم الا بالخير. رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على انفسكم الا بالخير. فجبت لكم النهاردة اربع فنانين الدعاء كان مؤثر جدا في حياتهم. تعالوا نسمع المونولوج ده اللي قاله اسماعيل ياسين. اللهم ارني كمان، اللهم ابن عدويني. بالرغم من ان اسماعيل ياسين ما كانش يقصد حاجة وان ده مونولوج كوميدي، الا انه سنة 1972 طلبته الضرائب ب 300,000 جنيه. متخيلين الرقم 300,000 جنيه؟ ده رجع اسماعيل ياسين لنقطة الصفر، وخلى تاني يرجع يشتغل في الكباريهات ويسافر لبنان يعمل أدوار بسيطة عشان يجمع أي فلوس، ويقال إنه مات فقير جدا. نروح لفنان تاني وأنا بحبه جدا، هو الفنان أنور وجدي. أنور وجدي تولد في أسرة فقيرة جدا لأب سوري وأم مصرية. أنور وجدي كان بيعشق الفن، ووالده كان رفض الموضوع ده تماما، السبب اللي خلى أنور وجدي يسيب البيت ويأجر أوضة فوق السطوح ويعيش فيها، لحد ما قابل يوسف بيه وهبي وطلب منه ان هو يشتغل عنده اي حاجة. قال له: شغلني عندك اي حاجة، ان شاء الله امسح المسرح اعمل اي حاجة. يوسف وهبي رضى يشغل انور وجدي معاه ب3 جنيه في الشهر. يقال بقى ان انور وجدي كل يوم كان بيعدي على محل فراخ مشوية، يفضل يغمض عينيه ويحلم ان هو بياكل الفراخ، وفي يوم رفع ايديه للسماء وقال: يا رب اديني 500,000 جنيه وخد من صحتي. وطبعا 500,000 جنيه ده بالنسبة لانور وجدي رقم خيالي، اللي هو زي ما تدعي نفسك مثلا: يا رب اديني مثلا 2,000,000,000 جنيه وخد اي حاجة. ال2,000,000,000 اصلا في مخيلتك انها عمرها ما تحصل لك. لكن سبحان الله العظيم، تلف الايام وانور وجدي يبقى معاه اكتر من 500,000 جنيه وما بقاش عنده صحة. سبحان الله، توفي انور وجدي وهو في فرنسا ورجع مصر في تابوت بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان. وهو بره مصر قال للدكتور بتاعه: خد كل ثروتي وسيبني عيش. والمعروف عن انور وجدي ان هو كان ذكي جدا وكان بيحول التراب لذهب. اكتر الحاجات الكوميديه لما كان متجوز ليلى مراد كان محتكرها، يعني كان كل الافلام هو بيعملها لها. ففي يوم ليلى مراد كانت عايزه تعمل فيلم مع مخرج تاني وانتاج تاني، فهو كان رافض الموضوع ده، لكن هي اصرت ان هي تعمل الفيلم. فبعد ما عملت الفيلم انور وجدي كان متغاظ منها جدا وكان عايز يطلقها. فطلقها ازاي بقى؟ صح، في يوم دخل المطبخ قعد يكسر في الكوبايات والاطباق، قامت ليلى مراد جرت عليه: مالك في ايه؟ قال لها: مفيش كمون يا هانم. قالت له: في ايه المشكله يعني، نروح نجيب كمون؟ قال لها: كمان نروح نجيب كمون، انت طالق. وقام طلقها. ده حصل بجد على فكره. نيجي لاخر فنانتين معانا وحاجه اغرب من الخيال: الفنانه كاميليا والفنانه وداد حمدي. الفنانه كاميليا والفنانه وداد حمدي اشتركوا في فيلم قمر 14، وفي الدقيقه 19 وداد حمدي قالت لكاميليا: الهي تموتي محروقه. وفي الكواليس كاميليا قالت لوداد حمدي: يا رب تموت بسكينة في قلبك. الغريب جدا والمدهش جدا ان كاميليا ماتت فعلا محروقة. سبحان الله، القدر بيلعب لعبة كبيرة قوي. كاميليا كانت عايزة تسافر استراليا عشان تعمل فحص طبي على نفسها. راحت المطار لكن ما لقيتش ولا تذكرة فاضية للرحلة. كان ساعتها موجود أنيس منصور وكان هيسافر، فادها التذكرة بتاعته وقال لها: سافر انت يا كاميليا. كاميليا اخذت التذكرة وسافرت، لكن ما لحقتش تروح لاستراليا لان انفجرت الطائرة فور اطلاعها واتفحمت تماما. حتى ما عرفوش ياخدوا جثمانها او يدفنوه، كانت اتفحمت تماما. بعدها بسنين طويلة كده حوالي 25 سنة، وداد حمدي ماتت ب35 طعنة، منهم طعنة في قلبها ادت للوفاة. انتوا متخيلين؟ فبلاش ندعي على اولادنا يا جماعة، بلاش ندعي على نفسنا، بلاش ندعي على اي حد، ادعي بالخير وبس. وهنا بتنتهي حلقة النهاردة. اتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة، قناة فتح مخك مع مصطفى صلاح، وتصبحوا على خير.